مرحبا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من العمق السياسي. زادت إيران من تحركاتها الهادفة إلى التغلغل في المؤسسات التعليمية في سوريا، مستهدفة بشكل خاص الجامعات الحكومية لأهداف يبدو أنها على صلة بنشر المشروع الإيراني في المجتمع المحلي. فبعد أيام قليلة من افتتاح إيران مركزا تكنولوجيا لنشر محتوى ديني معرب، وقعت جامعة أهل البيت الإيرانية الدولية مع جامعة دمشق اتفاقية لتطوير علاقات التعاون العلمي والأكاديمي المشترك وتشجيع التبادل الطلابي بين الطرفين. نتابع المزيد في هذا التقرير. منذ بداية الثورة السورية عام 2011 سعت إيران لزيادة نفوذها في سوريا على مختلف المستويات. إيران وبعد نجاحها في اختراق جيش النظام وأجهزته الأمنية وتوقيعها العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، بدأت بالبحث عن طرق جديدة لتعزيز سيطرتها في مختلف المحافظات السورية. ومن بوابة التعليم لجأت إيران للتغلغل داخل المجتمع السوري وبث أفكار ولاية الفقيه، فبدأت تجهيز جامعات خاصة لها، أهمها وفق صحيفة الشرق الأوسط المصطفى والفارابي وأزاد إسلامي وكلية المذاهب الإسلامية وتربية مدرس. الصحيفة أشارت إلى أن طهران أنشأت أيضا مدارس ومراكز لتعليم اللغة الفارسية ومجمعات ثقافية في المدن السورية. لم تكتفي طهران بذلك، بل عملت على توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة مع جامعات النظام، كان آخرها ما وقع بين جامعتي دمشق وأهل البيت الإيرانية الدولية. ووفق وكالة سانا التابعة للنظام، تهدف الاتفاقية لتطوير وتعزيز علاقات التعاون العلمي والأكاديمي المشترك وتشجيع التبادل الطلابي بين الطرفين. الاتفاقية الجديدة ليست الأولى من نوعها على المستوى التعليمي والثقافي، فقد سبقتها عدة اتفاقيات شملت إضافة لجامعة دمشق جامعات حلب وحماة وغيرها. مساعي إيران للتغلغل ونشر أيديولوجيتها في المجتمع السوري ليست وليدة اللحظة، ففي عام 2005 نجحت طهران عن طريق مكتبها الاستشاري الثقافي بافتتاح أول قسم للغة الفارسية في جامعة دمشق، تبعها عدد كبير من الجامعات السورية. وفي عام 2011 اعترفت وزارة التعليم العالي بكلية السيدة رقية لتدريس علوم الشريعة الشيعية العاملة تحت اسم المعهد العالي المشرق. وفي عام 2014 أصدر بشار مرسوما باستحداث مدارس خاصة لتدريس المذهب الجعفري الشيعي في سوريا، وافتتحت أول مدرسة شيعية حكومية في البلاد تحت اسم الرسول الكبير. ووفقا لدراسة نشرها المركز الأمريكي أتلانتيك كونسل في تشرين الثاني من عام 2020، فإن إيران تمتلك 7 منشآت تعليمية في سوريا بالإضافة إلى المراكز الثقافية الإيرانية. أساليب مختلفة اتبعتها إيران لضمان بقاء نفوذها حتى ما بعد الحرب، ويبدو أن ملف التعليم هو جزء من الاستراتيجية الإيرانية القائمة على تغيير الثقافة السورية وإتباعها بثقافتها. ينضم إلينا في هذا الجزء من الحلقة ساجد تركماني الباحث والكاتب السوري من الريحانية، والدكتور فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية من طهران. أهلا بكما دكتور فادي. سأبدأ معك، ما الذي تسعى إليه طهران من اتفاقية التعاون الأخيرة بين جامعتي دمشق وأهل البيت الإيرانية؟ دكتور فادي هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور فادي، سنعود إليه لاحقا. سأبدأ معك سيد ساجد، كيف تنظر اليوم إلى المساعي الإيرانية في الجامعات السورية، تحديدا الاتفاقية الأخيرة في جامعة دمشق، يعني خاصة أن ضمن هذه الاتفاقية قدمت إيران منحا لتخصص الدراسات العليا؟ مساء الخير، تحياتي لك سيدة علاء ومشاهدي قناة حلب اليوم. نعم بلا شك، يعني بلا شك هناك مساعي حثيثة من قبل إيران، حيث تسعى إيران بشكل محموم للسيطرة على جزء كبير من مؤسسات التعليم في سوريا، من ضمنها كما تفضلتم جامعة دمشق، وكان آخرها الاتفاقية الأخيرة التي حصلت بين جامعة دمشق وجامعة أهل البيت. هي ركزت بالمقام الأول على الكادر التدريسي وعلى منح طلابية، ومنها طلاب الدراسات العليا، حيث سيتم إفادهم إلى إيران بهدف التركيز
أو ليكونوا فيما بعد بمثابة سفراء لترويج الثقافة والأيديولوجيا والسردية الإيرانية في سوريا. طبعا قبل نحو أسبوع أيضا أنشأت إيران مجتمعا ثقافيا أو ثقافيا ورياضيا يعني كبيرا في مدينة الحجيرة ومدينة دمشق أيضا، حوالي تبعد حوالي 1 كيلومتر عن السيدة زينب، معقل الميليشيات الطائفية الإيرانية، وتبعد حوالي 8 كيلومتر عن العاصمة. فأيضا هناك كما تفضلتم في تقريركم، هناك حقيقة خلال السنوات الخمس الماضية تم افتتاح حوالي 5 جامعات إيرانية، بالإضافة إلى سلسلة من التفاهمات الطويلة الأمد. فيعني قبل أيام مثلا عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق هيثم الطاس التقى مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وتم الاتفاق أيضا على تنمية التعاون. دائما يدخلون من هذا الباب تنمية التعاون في الشؤون التعليمية والأبحاث والتبادل والأساتذة والطلبة. أيضا لو لاحظنا في ما يتعلق باتفاقية جامعة حماة مع الجانب الإيراني أو مع 3 جامعات إيرانية، هناك تأكيد على عنصر الإناث من خلال إفادهن إلى طهران لتعلم العادات والطقوس. كما تعلمين سيدتي الكريم، عوامل مقاومة أي شعب هي متعلقة بثقافته بالبداية، بعاداته، بتقاليده، بطقوسه، بأخلاقه، حتى باحتفالاته ومناسباته. فهم يريدون من خلال هذا الأمر أن يأخذوا هذا، سواء الإناث أو سواء عينة الشباب أو سواء خريجي الدراسات العليا، من أجل أدلجتهم على مفاهيم طهران والولي الفقيه ومعممهم، ثم إعادتهم إلى سوريا ليصبحوا جزء من النسيج الاجتماعي السوري. وفيما بعد ستكون المأساة، ربما أتحدث عنها بعد قليل. نعم، سنتحدث عن هذه النقطة وعن هذا الأثر، لكن دعني أعود إلى الدكتور فادي. أهلا بك دكتور فادي مجددا، هل تسمعني دكتور فادي؟ نعم أسمع. نعم أهلا بك. ما الذي تسعى إليه طهران من اتفاقيات التعاون مع الجامعات السورية؟ آخرها كان مع جامعة دمشق. أولا هذه الاتفاقيات لم تكن وليدة الساعة، وإنما هي كانت قبل الأزمة في سوريا، وكان هناك اتفاقيات على كافة الصعد ما بين إيران وما بين الحكومة السورية. واليوم عندما تزيد هذه الاتفاقيات، هذا يعني بأن إيران مهتمة بتنمية القدرات العلمية لدى الشعب السوري وأن تدعمه ليخرج أزمته والأزمة السورية ومحنته إلى أفضل حال. وهذا يعني أنه هو يأتي في الاتجاه الصحيح، وما تفضل به ضيفك هو ليس دقيق، أنه يعني يركزون على الإناث ويأتون بهم إلى طهران. إيران لا تهتم إلى هذه المواضيع، وأن تنمي العادات الإيرانية من هذا القبيل لتطفي بها على الشعوب العربية والإسلامية. هذا ليس بدقيق، لأن اليوم كل الأساس بالتعامل ما بين الحكومة السورية وما بين الحكومة الإيرانية هو يأتي في اتجاه تبادل التعاون بين الطرفين. يعني كما إيران تأخذ طلاب، أيضا سوريا تأخذ طلاب إيرانيين، حتى نقول نحن يعني أن الحكومة السورية ستأتي بطلاب إيرانيين أيضا ليتأدلجوا في سوريا ويأخذوا العادات العرب وما بعرف شو ويجوا يطبقوها في إيران. هذا الكلام ليس بدقيق، وهذا تجني على إيران وعلى الحكومة السورية. ثالثا أنه اليوم عندما يكون هناك جامعات ومدارس تنمي وتعطي العلوم وتقدم العلوم بشكل مجاني للشعب السوري كما تفعل بالعراق وكما تفعل بالكثير من الدول بأفغانستان وباكستان وعلى كافة الصعد، وحتى في لبنان وحتى في غزة كذلك الأمر، تدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتعطيه لكي يبني المدارس وما شكلها من هذه الأمور. هذا يعني أنه تريد أن تغزو إيران من العامل العلمي والثقافي، ليس بصحيح، لأنه اليوم إيران تعمل على قاعدة إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اليوم إيران معنية بالشعوب العربية والإسلامية على كافة الصعد، لأنه هذا من المسؤولية والواجب الديني والأخلاقي والشرعي والإنساني. عندما تقف إلى جانب الشعب اليمني وإلى الشعب الفلسطيني وإلى الشعب السوري والعراقي وعلى كافة واللبناني
وأي منطقة من بقاع الأرض، حتى إلى جانب الشعب الفنزويلي، إلى شعب كوريا الشمالية، عندما تقف إلى جانب هذه الشعوب هي تريد أن تنفذ أجندة أو تغزو هذه. يعني إذن دكتور فادي، ليس هناك أي مساعي لإيران لضمان بقاء وجودها في سوريا من خلال هذه الجامعات، هذا ما تقوله الآن؟ نعم، يعني ليس هناك أي مساعي لإيران من هذه الجامعات لضمان بقاء في سوريا فيما بعد؟ أولا، بقاء لهذا الكلام تحدث عنه المسؤولون في إيران بكل صراحة ووضوح. وجود المستشارين الإيرانيين في سوريا هو جاء بطلب من الحكومة السورية. وعندما يتم السيطرة ومكافحة الإرهاب في سوريا وتتعافى سوريا، قطعا الوجود الإيراني لم يعد له أي نتيجة في سوريا، وسيعودون إلى إيران كما تنتهي هذه الاتفاقية أو بناء لطلب من الحكومة السورية. إيران ليس لها مصلحة باستعمار أي دولة أو أي نظام، إنما هي تدعم الدول وتدعم الأنظمة من أجل مواجهتها لعدم تفتيتها ولعدم تطبيق صفقة القرن المشؤومة التي أرادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يطبقها في المنطقة. وأيضا عندما نتحدث عن الخطر الذي يداهم الشعب السوري من قبل الجماعات التكفيرية والإرهابية التي عاثت في أرض سوريا فسادا، كيف يمكن؟ هذا واجب من قبل إيران والقيادة الإيرانية. وصلت الفكرة. الحكومة السورية، لأنه هناك أيضا اتفاقيات بين الطرفين هي الأمن الاستراتيجي ما بين سوريا وما بين العراق. حتى لو تعرض بين إيران، حتى لو تعرضت إيران لأي عدوان، يجب على الحكومة السورية أيضا أن ترسل أسلحة وتدافع عن إيران كما إيران تعمل تدافع عن الحكومة السورية. نعم، وصلت الفكرة. سنتابع في هذا النقاش، لكن بعد فاصل قصير. تنافس روسي إيراني هذه المرة على المناهج السورية. تضحيات كثيرة قدمتها نساء خلدت تاريخ أسماءهن. كلنا نمتلك قصة تستحق التوثيق. نتطلع اليوم نحن النساء إلى بناء المجتمع. نحن ببرنامج صوتك بغير، ومن خلال قصصكن سنلقي الضوء على تجاربكن وسنعمل على حلها لننسج دربا نبني خلاله مجتمعا قويا متينا متماسكا، لأن الطريق أقصر عندما نسيره معا. مرحبا بكم في الجزء الأخير من العمق السياسي، نناقش فيه التحركات الإيرانية الأخيرة في المؤسسات التعليمية بسوريا. أرحب مجددا بضيوفي سجد تركماني الباحث والكاتب السوري من الريحانية، والدكتور فادي سيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية من طهران. أهلا بكما. لو أعود إليك سيد ساجد، يعني مؤسسات ثقافية وخيرية إضافة إلى اتفاقيات مع النظام بدءا من المرحلة الابتدائي وحتى الجامعي، ما هو أثر هذا التغلغل الإيراني اليوم على المجتمع السوري؟
نعم، إيران بداية ضيفك الكريم يقول أنه ليس هناك غزو ثقافي. يا سيدنا، إذا كان هناك غزو عسكري يعني ما بقي شيء ما فعلتموه في سوريا. اغتصبتم أعراض السوريين تحت شعارات لن تسبى زينب مرتين، وقتلتم أطفال السوريين وشويتم لحومهم تحت شعارات يا لثارات الحسين، وأرسلتم لنا ميليشيات فاطميون وزينبيون وأفغان وباكستانيون والحرس الجمهوري. لم يبقى هناك ميليشيا طائفية تقدر بالحقد الطائفي إلا وأرسلتموه لنا في سوريا. ثم تحاول إنكار جزئية الغزو الثقافي. هناك غزو أكبر بكثير يتم على يد النظام الإيراني ومعممي قم. أما بالنسبة للجزئية التي تحدثت عنها أنه من قبيل سرديات، يا سيدي ألم تعرف بعد أن هذه السرديات الإيرانية الدينية قد سقطت في سوريا؟ يعني على سبيل المثال أنتم تزعمون أن هناك جماعات تكفيرية تقاومونها في سوريا. يا سيدنا، التكفيريون الوحيدون الموجودون الآن أكثرهم هو أنتم الذين تكفرون أهل السنة في سوريا وتسمونهم بالنواصب. الجماعات الإرهابية الوحيدة هو أنتم والإرهاب الروسي وإرهاب بشار الأسد ونظام الأسد الذي يمارس على الشعب السوري من 10 سنوات. نعود سيد ساجد، فقط أنه طالب بحريتي وكرامتي. فإذا إنكار هذه السردية، أنتم منذ 1000 سنة تتبنون سردية نصرة الحسين والآن تقاتلون في جيش يزيد مع بشار الأسد ضد الشعب السوري و ضد حريته وتطلعاته. فهي حقيقة هذه السرديات باتت ممجوجة، بالإضافة إلى قضية الأقصى والمتاجرة فيها والقدس. عودا إلى ما تفضلت به سيدتي، نعم. بالنسبة لهم المشروع الإيراني أو فكرة تصدير الثورة التي ابتدأت من 79 قامت على التربيط الاستراتيجي أو تثوير سكان المناطق العرب المحيطين بإيران. كون إيران لها مشروع بالإضافة إلى أيديولوجي، هناك لها مشروع أيضا إقليمي من خلالها. هذا يعني الآن إيران تتجاوز قضية تثبيت أركان نظام الأسد. أنا أتوقع خلال 2 أو 3 إيران لم تعد بحاجة إلى نظام بشار الأسد وستقايض به في أول حل سياسي. لكن هناك ما ترمي له إيران هو إحداث انقلاب عميق وجذري في بنية ومفاهيم المجتمع السوري، وهي ما تعمل عليه منذ سنوات، ومن ضمنه الغزو الثقافي الذي نتكلم عليه. كما تعلمين وأكدت قبل قليل، خصوصية كل بلد تقوم على جملة من المعارف والاعتقادات والعادات والموروثات والمفاهيم والتقاليد. هذا كله تسعى إيران إلى تغييره. على سبيل المثال في نسيج المجتمع السوري والثقافة السورية لم نكن نرى قبل 10 سنوات مكاتب زواج المتعة ولا اللطميات التي تجوب دمشق ولا التطبير ولا احتفالات عاشوراء ولا المسيرات الكربلائية. كل هذه باتت مظاهر شبه مألوفة اليوم في عملية غزو أيديولوجي عقدي ثقافي ممنهج يتم من خلال مخطط كامل يقوده معممي إيران عبر الميليشيات والمرتزقة في سوريا. إيران، نقطة أخيرة، إيران تراهن على عامل الوقت والعزوف الدولي الجاد عن السعي لمحاولة أو محاولة حل جذور المسألة السورية. من خلال هذه التشابكات وتعقيدات الملف السوري وارتباطاته بملفات دولية وإقليمية عديدة تراهن إيران على هذا العمل. كل ما طال، يعني نحن غدا قد نسقط بشار الأسد، هو سيسقط وهو ساقط أصلا، هو مجرد خيال الآن تتاجر به بعض الدول. بعد إسقاطه سنكتشف أن خلال 10 سنوات أو 15 سنة هناك تم استحداث جيل. هذا الجيل موجود في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية وربما الجامعات أيضا، جيل مطموس الهوية، جيل مغسول الأدمغة، جيل مؤدلج وفق العقيدة المذهبية الطائفية الإيرانية. حقيقة نحن سنكون أمام كارثة. لذلك من منبركم هذا أدعو مؤسسات الثورة السورية، الائتلاف، الحكومة المؤقتة، وزارة التعليم، إلى إيجاد مناهج حقيقية قادرة على إيقاف التغلغل الأيديولوجي والعقدي والثقافي الإيراني الذي يمتد الآن إلى الجامعات وإلى المناهج. إلى الآن نحن مناهجنا ذات قيمة في المحرر، لديها قيمة علمية جيدة، لكنها لا تحمل ما يتعلق بالهوية والجذور وما يتعلق بتأريخ الثورة السورية وب يعني التعصيب الثوري للتلاميذ في هذه المدارس. نعم، سأعود إليك دكتور فادي. يعني كان هناك انتقادات إيرانية لمسعى طهران للاهتمام بالشؤون التعليمية في سوريا وإعادة بناء المدارس وما إلى ذلك، يعني بينما هناك كان مئات المدارس الأيلة للسقوط في بلادهم في طهران. أليس الأولى اليوم بإيران أن تهتم بالشؤون التعليمية في بلادها؟ لم أسمع السؤال جيدا.
سأعيد إليك السؤال، كنت تحدثت عن هناك كان انتقادات إيرانية تجاه مساعي إيران إلى الاهتمام بالشأن التعليمي وبناء المدارس وما إلى ذلك في سوريا، بينما هناك مئات المدارس الآيلة للسقوط في إيران. سألتك، أليس الأولى بإيران أن تهتم بالشؤون التعليمية في بلادها أولا؟ من أين جئتم بهذه المعلومات؟ أنتم لا تدركون ما يوجد في إيران، لذلك تتحدثون عن هذا الموضوع. أرقى نوع ومستوى من التعليم موجود في إيران، حتى في الأرياف التي لا تصلها الطرقات هناك مدارس، وهناك ثورة علمية على كافة الصعد في إيران، وهذا يأتي بدفع من قبل القيادة الإيرانية وعلى رأسها قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي، الذي يدفع باتجاه أن الشعب الإيراني على كافة أنواعه وأشكاله وألوانه وطوائفه وقوميته على ضرورة العلم، والعلم هنا في إيران هو واجب وإجباري على كافة الصعد. لذلك اليوم نجد بأن الشعب الإيراني هو متقدم علميا على كافة الشعوب في المنطقة ولا يحتاج إلى مدارس كما تتحدثون. ثانيا، أنه اليوم عندما نتحدث عن موضوع أن إيران تقف إلى جانب الشعوب العربية والإسلامية من الناحية العلمية والاقتصادية وحتى العسكرية وحتى الثقافية وحتى على أي شيء تحتاج هذه الشعوب، ويمكن لإيران أن تمد يد العون والمساعدة، ستبقى تمد يد العون والمساعدة. وإيران عندما نتحدث عن إيران وتدعم الشعوب، هي لا تميز بين الطائفة السنية الكريمة وما بين الطوائف الأخرى، حتى المسيحيين كذلك الأمر أيضا تدعمهم، والدليل على ذلك عندما ذهبت إلى فنزويلا لتدعم الشعب الفنزويلي مقابل الغطرسة الأمريكية، لا تنظر إلى دينه ولونه وعرقه، وإنما دفعتها الحيمة الغيرة من أن تدعم هذا الشعب المستضعف انطلاقا من الشعار الذي رفعه الإمام الخميني قدس سره الشريف، نصرة المستضعفين في العالم. وعندما نتحدث عن هذا الشيء لا يكون شعار، وإنما هو الشعار يطابق الأقوال والأفعال على أرض الواقع. الشعب في غزة هو من الطائفة السنية الكريمة، وإيران عندما تدعم الشعب الفلسطيني لا تدعمه من أجل البازار السياسي ولا تدعمه من أجل مصالح استراتيجية لإيران، وإنما لأن هذا الشعب يستحق الدعم فتدعمه إلى كافة على إلى نهاية المطاف. أيضا كذلك الأمر في العراق على كافة الصعد القوميات تدعمها، في سوريا لا تميز بين علوي وما بين سني وما بين درزي، على كافة الصعد هناك علاقات وهناك رجال دين يؤكدون ويحرصون على العلاقات مع إيران، لأن إيران لا تفتح البازار السياسي وليس لها أجندة سياسية مع الشعوب العربية والإسلامية، وإنما قلنا بأن هذه الجمهورية وهذه الثورة المباركة في إيران هي خلقت وأنتجت من أجل نصرة المستضعفين في العالم وليس من أجل التجارة في الدم والأعراض والأرض. ولولا الوجود الإيراني في المنطقة اليوم والدفاع عن الشعوب العربية والإسلامية لكانت اليوم أمارة بيد داعش. إذن تنفي دكتور فادي، وكان الذبح. إذن تنفي اليوم أي مساعي لإيران إلا المجال التعليمي والثقافي من كل هذه الجامعات، لكن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قالت لمعلوماتك أيضا هناك اتفاقيات عسكرية وهناك اتفاقيات طبية وهناك اتفاقيات عسكرية، وعلى كافة الصعب هناك اتفاقيات بين الحكومة السورية وما بين الحكومة الإيرانية وتعمل على هذا الاتجاه. إذن لا تستعمل إيران هذه فروعها جامعاتها أو لجمع المعلومات أو لأي شيء له علاقة بالتجنيد كما قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إذن غايتها اليوم فقط تعليمية، يعني لأحصل على هذه النقطة منك، فقط تعليمية وفقط ثقافية، ليس لديها أي غايات سياسية أخرى. بنبأ فتبين، يعني وزارة الخزانة الأمريكية أو أي شيء يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل الاحتلال الإسرائيلي عندما يزعمون وما قالوا أنه صدام حسين كان يمتلك أسلحة دمار شامل، فعندما جاءوا بالاجتياح إلى العراق ماذا وجدوا؟ إلى الآن لم يجدوا أي شيء أو أثر لما زعموا. وصلت الفكرة. وبزار إعلامي من أجل تنفيذ الحقد الدفين للجمهورية الإسلامية التي تمرغ أنفهم اليوم في التراب المنطقة. وصلت الفكرة. سأعود إليك سيد ساجد، لكن يعني وبعجالة قليلا، تنافس روسي إيراني كان هناك على التغلغل تحديدا في المناهج السورية على إدراج اللغة الفارسية أو اللغة الروسية، كيف تنظر إلى مصير هذا التنافس اليوم على المناهج؟
صحيح هناك تنافس في البداية فقط، يعني لو تخصصون حلقة في قادم أيام فقط لنقاش تناقضات ضيفك من طهران الذي يقول إيران ليس لها أي مطامح سياسية في حين الآن باتت تحتل 5 عواصم عربية. المهم عودا إلى القضية الروسية والإيرانية، نعم هناك تنافس، لكن حقيقة هناك فرق كبير في نوعية هذا التنافس. بالنسبة للروس، الروس لا يستهدفون الثقافة والهوية والأيديولوجيا والتاريخ والديموغرافيا، إنما هم يعني يهدفون إلى السيطرة العسكرية في سوريا أو السيطرة على القرار السياسي أيضا في سوريا، بالإضافة إلى جملة من المنافع الاقتصادية، بالإضافة إلى غايتهم في الوصول إلى المياه الدفيئة في البحر الأبيض المتوسط وجملة من هذه الاتفاقيات الاقتصادية. فبالتالي هذا هدفهم سياسي بحت، بخلاف الهدف الإيراني غير المعلن الذي يعني الآن تغلغل في كل مفاصل وعمق الدولة السورية ثقافيا واقتصاديا وأيديولوجيا وعقديا. أريد أن أنبه إلى نقطة أخيرة، لماذا تؤكد إيران على جانب التعليم؟ لماذا إيران تحاول أن تقوم باتفاقيات قائمة على استقدام الطلبة السوريين؟ هناك نقطة في السردية الدينية الإيرانية، أن هناك ربطا ذهنيا حدث بعد الثورة الخمينية بين عقيدة التشيع وشكل الحكم الحالي في إيران، فلا تقتصر انعكاسات التشيع على الخيارات المذهبية الفردية للمتشيع فحسب، بل سيكون لها حتما لوازم سياسية أيضا. فالتشيع الإيراني يربط المتشيعين وجدانيا بالولي الفقيه في إيران الذي ينوب في العقيدة الإيرانية عن المهدي المنتظر، أو الذي ينوب بدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تصبح الطاعة السياسية للولي الفقيه جزءا من العقيدة الدينية الغير قابلة لا للنقد ولا حتى التفكير ولا المراجعة، وبالتالي تغدو طاعة الولي الفقيه من طاعة الله نفسه. نعم، أشكرك جزيل الشكر ساجد تركماني الباحث والكاتب السوري، كنت معنا من الريحانية، كما أشكر ضيفي من طهران الدكتور فادي صيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية. الشكر موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة لهذه الحلقة، مني ومن فريق العمل كل التحية والسلام، إلى اللقاء.